25 من سبتمبر، في مثل هذا اليوم من عام 1394، الجيش العثماني بقيادة السلطان بايزيد الأول يصطدم بجيش صليبي مكون من مقاتلين وفرسان من عدة بلدان أوروبية بقيادة سيجسموند ملك المجر عند مدينة نيقوبوليس، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين. وفي عام 1920 في مثل هذا اليوم، الفرنسيون بقيادة الجنرال هنري غورو يهزمون قوات الأمير فيصل بن الشريف حسين بن علي ويدخلون دمشق. وفي مثل هذا اليوم من عام 1955، تمديد أول كابل هاتفي تحت مياه المحيط الأطلسي. وفي عام 1962 في مثل هذا اليوم، الإعلان عن قيام الجمهورية الجزائرية. وفي عام 1973 في ذات اليوم، عودة مركبة الفضاء الأمريكية سكابلاب بروادها الثلاثة بعد دورانها حول كوكب الأرض لمدة 59 يوما. وفي مثل هذا اليوم من عام 2001، الإعلان رسميا عن حرب أمريكا على أفغانستان.